منحت ألمانيا المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع، منحته وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا. هذا ومن المقرر أن تقيم ألمانيا غدا احتفال التسليم والمراسم لتكريم عازر بحضور عدد من أبرز المسؤولين المصريين والألمان، حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية دكتور فالتر شاتنماير المحافظ الأول لمدينة دورتموند لتسليم دكتور هاني عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية.